وفد من الكونغرس الأمريكي ينهي زيارة إلى الخرطوم تصدرت أجندتها قضية سد النهضة وتشعباتها الخلافية، مبادرة أمريكية حملها الوفد ضيف لحل أزمة السد الإثيوبي بعد أن رمت إدارة الرئيس جو بايدن بثقلها في القضية. رئيس الوفد شدد على ضرورة حسم الخلافات بشأن هذه القضية عبر طاولة الحوار باعتباره الخيار الأوحد. ناقشنا أزمة الحدود وسد النهضة والتقينا رئيس مجلس الوزراء حول هذه الأزمة، ويجب حلها بين الأطراف المعنية. لإثيوبيا حق وللسودان كذلك حق يجب أن يحترم، ويجب التوصل لحل في هذه القضية. المبعوث الخاص سوف يصل إلى هنا في الأيام المقبلة وسيلتقي الوزراء والمسؤولون عن هذه القضية، ونأمل الحل عبر المفاوضات ودعم حق السودان على أراضيه. ويعتقد مراقبون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهجت سياسة جديدة حيال هذا الملف، بحيث قد تتمكن من إحداث اختراق. الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تلعب دور أساسي ومحوري في قضية سد النهضة، باعتبار أنها أصلا كانت تمسك بهذا الملف في أيام الرئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر مبعوثها الذي يعني يزور البلاد هذه الأيام، يمكن أن يلعب ذات الدور وينهي الأزمة الموجودة حاليا على الحدود السودانية الإثيوبية. محادثات الوفد الأمريكي في السودان تزامنت مع زيارة الرئيس الأريتري السياسي أفورغي، الذي يتوقع البعض أن يحمل رسالة من نظيره الإثيوبي تدعو إلى التهدئة مع الخرطوم. تفاؤل حذر أبداه البعض تجاه الحركة الأمريكية المحموم لحل أزمة السد الإثيوبي وما يمكن أن تنتجه من تبعات سلبية على المنطقة برمتها. مصطفى عبيد الله، الخرطوم.